مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج. حميد تبه يا حميد تبه. ها دوك وشو مالت عليك انت؟ وشو ولدك فاتورة شلتونة. فاتورة بعينك هذه شهادة ولدك. شهادة ولدي ساقط. ساقط ساقط في الاختبار الشهري مادة تفريق. فرح انفرح اللي مرة فرحان انت فيه. حتى كل يوم تدرسين وساعتين مع ذا الشغالة تخليها تدرسه. اقول اخذ بس ينادونك مجلس اباء مليون مرة ما تروح اليوم تطمر تروح لهم. يلا كو روح لهم. تصدقين ما بعد يخلص دوام. شوف الولد وش به. اي والله ساقط. ما عندنا حد يسقط حنا كلنا خلصنا متوسطة. يلا كو. لو سمحت يا استاذ فضل المدرس حق الصف الثالث وين احصله؟ انا طال عمرك. انت المدرس حق الصف الثالث؟ اي نعم انا مدرس الصف الثالث. يا استاذ والله عندي ولدي مفرح. اوه مفرح بن حميد. انت ابوه؟ اي والله. وينك فيه يا اخوي؟ جيب لي حلال. انا زين قلبي وجعني ولدي ساقط. الحين قاعد تدور ولدك ساقط؟ اخرى ما علمت. يا ما ارسلنا لك ويا ما خاطبناك ما تجي مجلس الاباء ليش؟ والله عندي يا اخي امه ما توريني ما تعلمني. ما اشوف ولدك طال عمرك طول اليوم نايم بالفصل. والله مستواه نازل. لا اله الا الله. حتى باللغه العربيه نازل. لا اله الا الله. ساقط صفر ماخذ صفر. هذا يا مفرح تعال تعالوا نبوك تعال تعال. نعم بابا. انت يا مفرح ما تحضر مع طلاب ربعك تنام بالفصل؟ ها دقيقه خليني اسالك اياه الان. ما اسمك؟ مفري. شفت انتوا تتكلمون مع الفصحى ما يفهم عليكم الفصحى. يا ابن الحلال فشلتني وانا وش والله مفرح. والله مو عارف يقول اسمه. والله انه موشينا. والله انه موشينا يا استاذ سامحني بابا. بس كلام. اسكت وانا ابوك اسكت. فضحتنا اسكت. لاحظت الولد كيف يتكلم معاك باللغه العربيه المكسره؟ والله اني اسف. والله اني انا المقصر يا استاذ. اي والله استاذ اسكت. نعم اسكت نعم. فضحتنا اسكت. فضحتنا انت. هذا مو اسلوب. خلي الولد يا اخي احضن ولدك وتكلم معاه انت. درسه وعلمه. يا والله يا استاذ انا ماني بعرف وش اقول لك. انا والله اني مفتشل منكم. انا ما ادري وش اللي خرب ولدي خلاه ما يعرف يحدسي. والله اني ما ادري وش اللي ابعد عنها. الشغالات اي والله انك صادق. لا ميري ماما ميري اسكت ماما. اسكت فضحتنا عند مدرسين. ماما ميري اسكت. حتى امه ما عرفها. والله العظيم انه ولا يعرف ابوها الظاهر. يا والله اني اسف يا استاذ. انا وعدتكم اني احضر اجتماعات اولياء الامور مره ثانيه واني اتابع ولدي. تابع جوالك والرسائل اللي بنرسلها لك. وابعد عن الشغالات. والله الظاهر اني انا بجلس مع امه اليوم. الشغاله ذي عليها تفلح. شكرا يا استاذ. هلا وسهلا. مسلسل حميد ونوير مع ابراهيم الدوسري وهيلة الفراج.